حسنا. سوف نتكلم عن الأنشطة التي قمنا بها. هذه هي محتوى هذه الورقة، محتوى العناصر الأساسية للمحاضرة. سوف أتكلم عن أن التطور الاقتصادي فيما يتعلق بكافة الصناعات والمناطق الزراعية بالإضافة إلى الصناعات الأخرى. بحيث يمكننا أن نرى أن في عام 1957 حيث قمنا بتنفيذ السياسات الخاصة بنا في ماليزيا الذي أخذ وقتا كبيرا لازم تبدأ لخمسين سنة، ولكن الأشياء التي اعتمدنا عليها، وبالتالي كان علينا أن نلتزم تلك السياسات التي وضعناها فيما يتعلق بخطة التطوير وخطة التنمية في ماليزيا التي بدأت 1958 في القرن الماضي. وفي ماليزيا كما يمكننا أن نرى ذلك في السبعينات من فترة حقبة إلى أخرى، وقد استمرنا في أن قمنا بوضع الخطط التي لها علاقة بتطوير القدرات فيما يتعلق بهذا القطاع، توزيع القطاع الاقتصادي في ماليزيا من 1987 حتى 2012. وهناك زيادة كبيرة جدا وذات دلالة ومهمة، ومن التي بدأت في عام 1987 حتى 2012 فيما يتعلق بكافة المجالات، من مجال التعدين والمجال الصناعي أيضا. كما يجب أن نعلم أن ماليزيا فيما يتعلق بالقطاع الخاص وخاصة في الثمانينات من القرن الماضي بدأنا أن نشارك ونعطي الفرصة للمشاركة في القطاع الخاص لكي يساهم في كقاطرة للنمو، ووجدنا ذلك كمان من عام 1983 في معظم المشروعات كانت تم تخصصتها، وأن دور الحكومة في ذلك الوقت كيدا كان كي يقلل من اعتماد الحكومي على عملية في عملية التطوير، وأعطاء الفرصة للقطاع الخاص لكي يكون قاطرة في عملية التطوير. وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة أيضا، والتي كانت والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد في الاقتصاد الماليزي، وفيما يتعلق بالإسهام المشروعات الصغيرة المتوسطة في وبطريقة أخرى في التي حوالي 57% من العمالة والتي هذا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة فيما يتعلق بدوره الكبير في عملية التنمية في ماليزيا للقطاعات المشروعات الصغيرة المتوسطة. وهنا أريد أن أعطيكم بعض اللمحات عن المناطق التطوير والمناطق الزراعية وفيما يتعلق بتلك العملية، لأن في المناطق الزراعية المناطق الريفية تقدم والتي هي المصدر للموارد الطبيعية والمواد الخام للقطاع الصناعي، حيث أن جميع المواد الخام تستخرج من المناطق الزراعية وحتى يتم استفادة منها في القطاع الصناعي. بالإضافة إلى فيما يتعلق بدور الحكومة، قد أسست الوكالات الحكومية والهيئات الحكومية لكي تقوم بتقييم وتوضع المعلومات التحليلية الخاصة المتعلقة بتطوير تلك المناطق. وهذه المعلومات وهذه الشرحة تبين حجم التطور والنمو الاقتصادي، حسب كنا أن نرى ذلك في خاصة المناطق السكانية والمناطق الساحلية أيضا. وهذه يمكن أن نرى المستعمرات والمستوطنات الزراعية التي تم تأسيسها في ماليزيا، حيث أن في الواقع كان هناك تطوير هائل اقتصادي هائل في تلك المناطق الذي انعكس بدوره على زيادة تلك المستعمرات والمستوطنات المناطق السكانية الكثيفة. وأريد أن أوضح لكم هنا
التطور والسلطات القائمة، الهيئات الحكومية التي أشرفت على عالمية التطوير، وحيث أي وزارة الصناعة قام بدور كبير جدا لتقديم المساعدات ومن قبل تلقى المساعدات من قبل الحكومة لكي تقوم بتلك الخطط التطويرية وخطط التنمية في هذه المناطق. وهنا بعض الوكالات الحكومية المختلفة التي عهد إليها القيام بتلك المشروعات، لا سيما مثل SME Bank وبنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وموكاسا الذي يسمى، حيث وبالتالي يمكن أن كان الذي قام بتقديم كافة القروض التي تبلغ 70% من القيام بتلك المشروعات التنمية، ولكي يقام حتى تتم مساعدة أصحاب المشاريع من التنمية وتنمية تلك المناطق. وبالإضافة إلى ذلك أن 3.3 مليون من الشباب في تلك المناطق الزراعية والذي يمثل 27% من عدد السكان في ماليزيا، وهؤلاء الشباب فئة الشباب الذين كانوا يرغبون دائما في الهجرة إلى المناطق المدن الكبيرة، وبالتالي في تلك المناطق الزراعية لم يكن لديهم وفي حيث لم يكن تمكنوا من الحصول على الوظيفة تلك المناطق. ولكن الآن في الحكومة الماليزية قد وضعت السياسات المتعلقة في معنية القانون الذي ينظم الانتقال المتعلق بالانتقال لتلك المناطق الزراعية، حيث وضعت وضعت مشروعات التطوير نصب عينيها من قيام الطرق والوسائل شبكة الطرق، بالإضافة إلى الاتصال وسائل الاتصال، وبالإضافة إلى هذا فيما يتعلق بالتطوير الاتصالي والعلاقة القرن 21 التي كان عليها الحال في ممكن أن نسميه في القرن 21. ومن خلال من 3 سنوات مضت كنا في هذا، وبالتالي كان يمكننا أن نوفر فرص عمل للشباب في تلك المناطق الزراعية بإقامة تلك المشروعات التطويرية والتنمية. وبكنا أن كنا نأمل بأن نقوم بجذب الشباب من المدن عندما يكون لديهم الفرصة استنحت أمامهم في المناطق التي تم إنشاء فيها المشروعات التنمية في المناطق الزراعية والمناطق الريفية. وفيما يتعلق بالتحول الذي حدث لدينا فيما يتعلق المركز التحول المناطق الزراعية تغيير بطاقية، وتم تأسيس هذا المركز في ماليزيا لكي يساعد الريفيين في تلك المناطق وخاصة الشباب في هذه المناطق لكي يقوم بتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي والناتج المحلي والدخل القومي. وبالتالي فإن هذا المركز الذي يتعلق بتحول تلك المناطق الزراعية لمناطق أكثر تنمية، وكان من خلال أطلق العديد من البودرات وليس فقط وأيضا بالإضافة إلى ذلك تضافرت كافة الوزارات المختلفة، وزارة التعليم والوزارات المختلفة بالإضافة إلى وزارة التعليم ووزارة الزراعة والاقتصاد لكي يساهموا في عملية التنمية. وهذا البرنامج فيما يتعلق ببرنامج التحدي الكبير الذي يمكن مخصص للشباب في تلك المناطق الريفية، حيث قمنا بوضع المنافسات لإعطاء الفرصة المشاركة من قبل الشباب ونعطي فرص عن المشروعات الاقتصادية والمشروعات التي يمكن أن يقوموا بها في تلك المناطق، وبالتالي لكل منهم على حدة حيث يمكن أن يقدم أفكاره ويقدم عن جدوى لكي يقدم حتى يتم تحديد جدوى المشروع من خلال الأفكار، تقديم الأفكار الخاصة بالمشروعات وتطوير تلك الأفكار وبالتالي كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه إقامة مثل تلك المحاضرات وإقامة تلك التقديمات من قبل المستثمرين الصغار لكي يعرضوا فيها أفكارهم الخاصة بمشروعات التنمية. فيما يتعلق بالدروس المستفادة من التجربة الماليزية فيما يتعلق بعملية
تغيير السياسات التي كنا تميزنا به، بالإضافة إلى يكون هناك الوكالات المختلفة والآيات المختلفة داخل في الحكومة التي كانت تنسق العمل فيه بينها، بحيث يجب أن يتم يكون هناك تعامل مع كافة الدراسات المختلفة وتحسين الميزات وجودة الحياة في المنطقة الريفية، ويجب أن يكون هناك قوانين مرنة وتشجيع المنظمات المدنية في مجالات غير الحكومية بكي تشارك في هذه التنمية. كنا وبالتالي كنا ندرك تلك الأمور، وبالتالي أعطى الفرصة للقطاع الخاص هذا في قد من خلال تسخلفت الحقبة الثمانينات والتسعينات، قدمت تركيا قدمت ماليزيا على قدمت ماليزيا درسا وتجربة رائدة، وشكرا جزيلا بهذا العرض. وبالتالي نحن لقد فيما يتعلق بالشريحة التي احتوت على النسبة 75% من تقديم الوظائف من التي قامت بها قامت بها النشرات الصغيرة المتوسطة، بما أن لما حتى الآن ما زلنا في العالم العربي أو في هنا المشروعات الصغيرة المتوسطة ما زالت محدودة فيما يتعلق بالتجربة التركية، ولدينا إبراهيم كوزو مدير مركز التطوير وقسم التطوير في وزارة التخطيط في وزارة التنمية في تركيا، والآن المجال مفتوح أمامك. هل هذا يعمل هذا المايك؟ أريد أن أبدأ وأبدأ أول مرة هي أن أقول أن أتي المملكة العربية السعودية وتعتبر تجربة جديدة بالنسبة لي، وسوف نتكلم عن وزارة التنمية والتطوير في تركيا، في تركيا وزارة التنمية. وبالتالي يجب أن أقول أن بأنني وبالتالي أشكركم شكرا جزيلا على أن صبركم معي، سوف تكون المقدمة تحت محاضرتي أو تقديمي يجب أحصفها، أو سوف أتكلم عن التطور وأتكلم عن عملية التطوير، وأنا أعتقد بأن النجاح يمكن أن تعلم منه، لكن والفشل أيضا مهم، وبالتالي يمكن أن أنرس الانتفاع والاستفادة. والأهم سوف أعطيكم بعض وجهة النظر وأعطيكم وجه عام الوضع وفيما يتعلق بعملية التطور التطور المناطق الزراعية والصناعات في المناطق الزراعية، وسوف أرجوكم يجب أن يكونوا أكثر صبرا معي. هذا كابادوكيا في إسطنبول وتعتبر منطقة سياحتنا جميلة ورائعة كما ترون، بأن أعتقد بأنكم نصفكم قد زار إسطنبول وقد رأى قبل ذلك. نعم، وهذه تركيا كما ترون في هذه الخريطة، سوف إنهم الجغرافية التضاريس تركيا كما معروف صعبة جدا، وكما أن تعلمون أن تركيا لا تمتلك العديد من المصادر الطبيعية والموارد الطبيعية، ليست لديها الغاز بضرب، ولكن كيف يمكننا أن وبالتالي فيما يتعلق بالتقرير التنمية في الأمم المتحدة يصف الأوضاع الظروف الصعبة والجغرافيا الصعبة لتركيا التي عليها تركيا. وبالتالي عندما تمت الجمهورية في عام 1923، وبالتالي لم يكن البلد يمتلك أي شيء، ولم يكن هناك أي بنية أساسية في تركيا كما تعلمون، كان يمر تركيا كانت تمر بأوقات صعبة، حيث كانت في حرب لمدة 50 عاما في ذلك الوقت. وبالتالي فقد فقدت جلودي كثيرا في تلك الصراع، وكما تعلمون